مؤيد خليك معانا ومحمد عشان عايزينك تساعدنا معانا شويه في الاسئله دي. لا انا على كيفك يعني بالاسئله نادر معلوماتي ترى على قدي لا تتحمس معايا. يعني واحده واحده كده هنساعد بعض. شوفي عايز ايه مننا النهارده. تفضلي. شو بكون عم تتغنشوا؟ كل ما انا اشوف لكم خبر حلو تستلقوني بخبر رياضه وفوتبول. انا اليوم بدي اسالكم عن المود. واحنا الثلاثه سيبنا الكره وقاعدين معاك اهو. يلا تفضل. حاضرين يعني؟ مؤيد انت حاضر؟ احنا حاضرين. حاضر من شكله حاضر. اوكي يلا. شو بتعني العلامه التجاريه دي كي ان واي؟ نطلع سؤال المؤيد. يلا. ها يلا عندي هو شوفي اسم انا اعرف انه اسم شخص واسم مدينه مع بعض بس من عارف الاسم بالضبط. دانا او دونا بعدين في نيويورك بالنهايه. دونا كران نيويورك. اوكي برافو بالضبط. يعني عيب عليكم. رح احط علامه لكل واحد منكم. يلا. الموديل التقليدي للجينز مصمم من خمس جيوب. هين عليه كبير. صح؟ يا نادر يا اخي كبير. نادر كبير. اي بلد بيشتهر بالكيمونو؟ اليابان. الياباني اصلا. اوكي. ابليس بيلبس ام انه ذا ديفل ويرز برادا. يس مشهورين بس دي حلوه. اوكي يلا ركزوا. مصمم ألماني بيرتبط اسمه بدار شانيل وفندي وعنده الماركة الخاصة فيه وتوفى السنة الماضية. يلا مؤيد. استنى انا عارفه. طب قول انت. ركزوا علي لانه السؤال صعب. طب لا لا استنى هقول لك. هو جابرييل شانيل؟ لا اكيد لا. بجد؟ كارل ليجرفيلد. يس يا عمي ايه اللي بتقوله ده؟ معلش 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 سامحوني يا جماعة. شو هي عواصم الموضة الأربعة الأهم اليوم؟ لندن. اوكي. باريس. باريس. ما مؤيد عندك شيء؟ نيويورك. نيويورك. رياض. وميلان. يس. اوكي شكرا. كنت رياض. اوكي شو اسمه الاصلي لكوكو شانيل؟ انا اقول جابرييل. اوكي شفت انا عجبتني. لا مشكلة اعرفها بس بمخي الباطني. مشان لسه قايلها دلوقتي. مؤيد كيفك انت بالفرنش؟ يعني يمشي حالي. قولي لي. اوكي شو يعني بريتا بورتي؟ على فكره دي انا عارف. ترى ماني سامع كويس. خلي حد ثاني يجاوب. دي انا ال شو يعني بريتا بورتي؟ يلا. لا نادر واضح عارفها يجاوب. خليها انا عارفها بس انا مدي لك فرصتك. لا والله انت تجاوب يا نادر. هو انا مش متاكد فعشان كده سبت لك وقت. يا عم حد الملابس اللي بنلبسها كل يوم يعني الحاجات المعتاده. ايوه جاهزين للبس. ايوه يعني نادر سوى التمثيليه كلها حتى تلعب يعني على اساس انه واول شيء يمكن هاي طلعت صح. اوكي اوكي مين المصمم اللي اشتهر بسكربينه بالكعب الاحمر؟ لا ده انا مش عارفه. كريستيان لوبيتان. يس شرج باللفظ الفرنسي كان قوي شوي. فكرة انا كثير مبسوطه منكم عم تفشوا لي خلقي. حاضرين رياضه يعني بس انه بدي احكي منكم لا بعيدا عن الموضه يعني ايه بنفش لك خلقي يعني عم تبسطوني انا فخوره. طب دي حاجه كويسه. بس بدي اقول لكم شغله بعد الحلقه بدي كمان تعلموني كم شغله بالفوتبول. جاهزين منكم يكون عيوني. اوكي يلا رح كفي. مين من النجمات لبست كوستيوم من اللحم بالميوزك اووردز؟ دي معروفه جدا. ليدي جاجا. مؤيد انت كنت عارف؟ هو نادر. ايوه معلوماتك البسيطه دي نعرفها انا وانت. طيب ليك شو رح يصير؟ رح اعطي علامه لمؤيد. لا تمام لانه في مشاكل هيك كونكشن. ادي مؤيد النقطه دي. شو جنسيه المصمم كريستيان ديور؟ فرنسي. جاوب ولا لا حبيبي خلاص. لا استنى بقى ندي فرصه لمؤيد. لا رح ننتظر لسؤال يجي. مؤيد السؤال اللي جاي ليك انت يلا. اوكي لا والله من دحين اقول لك اسئله صعبه. بما انه انت هيك ستايلش بتلبس حلو سمي لي هيك كم مصمم عربي شي ثلاثه. انا عارف واحد. انا شايف صراحه لبس محمد حلو. ما ادري محمد ينفع اقول اسمك. قول اسمي. قول محمد الخليلي عادي راح امشي لك اياه. هو زي كذا راح اقول محمد ونادر. والله ناخد اجابته صح. خلاص بقى نعدي السؤال. عدي والله عدي والله عيب يعني عيب خلاص. انا ما رد مؤيد صراحه. اخر قبل اخر سؤال. عارتين مشهورتين من اصول عربيه وهن اختين. عارف الاجابه يا مؤيد؟ والله لو تسألني في الكورة حقول لك أعرف. طيب بيلا حديد وجيجي حديد. برافو جايز برافو. أوكي مين هي المصممة البريطانية يلي ولدها ممبر أم عضو من فرقة البيتلز؟
ستيلا ماكارتني. معلوماتي قوية أتوقع. أنا كتير مبسوطة. برافو جايز.